وللحديث عن ما يمكن أن يتمخض عن لجنة التحقيق الأممية بالانتهاكات الصهيونية أثناء الحرب الأخيرة على غزة والقدس وسط استمرار الاعتقال التعسفي في الضفة الغربية، معنا من الضفة الغربية الكاتب والباحث الفلسطيني عماد أبو عواد. أهلا بك معنا سيد عماد. تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. أهلا بك سيد عماد. بداية، يعني المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بلاي تعلن أنها ستترأس لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه اللجنة لإنصاف الفلسطينيين؟ يعني ما من شك الشعب الفلسطيني لا ينظر بجدية لمثل هذه اللجان، ولا يعتبر بأنه التحقيقات التي ستجري في الأراضي الفلسطينية من الممكن أن تنصف الفلسطيني، لأن بطبيعة الحال هناك شعور لدى الشارع الفلسطيني بشكل عام أن الغرب وإن كان يظهر في بعض الأحيان بعض القيم الإنسانية وبعض الشعارات التي ترفع ربما تقف إلى جانب الشعوب المظلومة، لكن في النهاية هم يقفون إلى جانب الجلاد بكل ما أوتوا من قوة. لذلك هذه تأتي لذر الرماد في العيون من وجهة نظرنا كفلسطينيين، إضافة إلى ذلك تاريخيا لم تقدم ولم تؤخر، والأهم من وجهة نظري بأن مثل هذه اللجان ربما لن تصل في النهاية إلى تحقيق حقيقي، على وعلى وجود الكثير من المعيقات التي ستحول دون الوصول إلى الحقيقة الواضحة أصلا للعيان بشكل واضح وجلي. وبالتالي الغرب، الأنظمة الغربية بحماية الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت تزعج إسرائيل بمجرد هذه التصريحات، لكن حقيقة على الأرض لا تؤثر عليها. يعني ما دامت على الأرض لا تؤثر عليها، لماذا تزعجها إذن للقوات الصهيونية؟ بطبيعة الحال الاحتلال لا يريد حتى مجرد تذكيره بأنه احتلال، هو يريد أن يظهر أمام العالم على أنه دولة جزء من فسيفساء المنطقة بعد 7 عقود من يعني الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية. إسرائيل منزعجة من فكرة أنها لا زالت في نظر العالم الاحتلال، وبالتالي مثل هذه اللجان تؤكد على هذه الصورة، وهذا من وجهة نظر الاحتلال مزعج. على وعلى ذلك إسرائيل كجلاد تريد أن تظهر أمام كل العالم على أنها ضحية، وتريد أن تقول للعالم ككل بأنها تقوم بأعمال أخلاقية في الأراضي الفلسطينية. بالتالي هذا الموضوع لا زال يقلق الاحتلال عمليا في مسألة ما يعرف بالشرعية الدولية واكتسابها للشرعية أمام شعوب العالم. من هنا إسرائيل لا ترغب بمثل هذه اللجان، أو مجرد وجودها ليس لأن هذه اللجان تؤدي للتأثير على الأرض على إسرائيل، لكن لأن تؤثر على الصورة العالمية للاحتلال وعلى شرعيته كما تريد إسرائيل. مع تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن الضربات الصهيونية التي استهدفت غزة قد ترقى إلى جرائم حرب، يعني هذا لا يفتح الباب أمام لربما الجنائية الدولية لأن تتولى الحكم في هذه القضية مع الخسائر في الأرواح والممتلكات لدى الفلسطينيين؟ يعني ليس هناك أي أمل في دخول الجنائية الدولية على الخط؟ باعتقادي لا، للعديد من الأسباب. أولا السبب الأول مرتبط بنا كفلسطينيين، من يضمن أن السلطة الفلسطينية ستستمر في هذا الملف حتى النهاية؟ من سيضمن أنها لن تتراجع أمام ضغط الاحتلال الذي يلوح دائما بالضغط المالي والضغط الاقتصادي والضغط على الأرض من خلال مضايقته لرجالات السلطة؟ الأمر الثاني، من سيضمن أن الجنائية الدولية وبعض الأنظمة الأخرى لن تنصاع في النهاية للولايات المتحدة؟ يضاف إلى ذلك هذه التحقيقات بالأصل هي تحقيقات طويلة المدى وتستغرق سنوات وسنوات طويلة جدا، ومن ثم يلقى أو الملف يصل إلى مرحلة الإهمال النهائي أو اتهام بعض الأطراف وبعض الشخصيات التي في النهاية لن تؤثر على مسيرة الدولة كدولة. لذلك نحن كفلسطينيين للأسف نتحمل جزء من المسؤولية لأننا لسنا جادين، وأنا أحمل السلطة الفلسطينية بالمناسبة هذا الموضوع لأن عليها الاستمرار به حتى النهاية. إسرائيل تعول بأن السلطة لن تستمر حتى النهاية، وإسرائيل أيضا تعول بأنها لن تسمح أصلا للجان التحقيق بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية. يعني بالتزامن مع هذه الحراك الأممي إن صح تسميته، هناك حملات تنفذها قوات الاحتلال، حملات دهم واعتقالات واسعة طالت بطبيعة الحال عدد من الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ما الذي يعنيه هذا؟ ما الذي يحاول الكيان الصهيوني إثباته؟ يعني دعني أشير إلى قضية مهمة، بأنه الاعتقالات هي يومية في الأراضي الفلسطينية، تقريبا نتحدث عن معدل اعتقالات يومية
تزيد عن 25 معتقل فلسطيني فيها اليوم. الانتهاكات الإسرائيلية في ازدياد مستمر منذ العام 2009 حتى يومنا هذا. إذا بنتحدث عن اقتحامات الأقصى زادت بنسبة تقريبا 1000% خلال 10 سنوات الأخيرة. إذا تحدثنا عن نسبة هدم البيوت كذلك ارتفعت 300%. إذا تحدثنا عن مصادرة الأراضي وزيادة الاستيطان نتحدث عن ارتفاع 200%. بالتالي قضية الانتهاكات هي مرتبطة بعقلية الاحتلال بشكل واضح ومرتبطة بالعقلية الصهيونية المبنية على الانتقام والإجرام. هذا يمكن القول والإشارة بأن إسرائيل تعمل بهذا الاتجاه لسببين. السبب الأول مرتبط بالأمن من وجهة نظر الشباب بأنها تسعى لوقت أي وجود لمحاولة وجود انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية. لكن الأهم من وجهة نظري هي سياسة طاردة للفلسطينيين بأسلوب هادئ، بمعنى هي تريد الفلسطيني أن يرحل من أرضه، تريد الفلسطيني أن يترك البلد ويغادر من أجل في البداية التعليم أو العمل ثم لن يعود إلى هذه البلاد مطلقا. هذه السياسة المستمرة أخذت في الآونة الأخيرة تزداد باعتقادي بشكل واضح للعلن وفي ظل حكومة يمينية متطرفة يقودها اليمين الحقيقي. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث الفلسطيني عماد أبو عواد، كنت ضيفا عبر الهاتف من الضفة الغربية.